بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في فيديو جديد كتكملة من فيديو الأول. ولا شك أنكم تذكرون أننا كنا قد توقفنا في الفيديو الأول عند هذا السؤال: ما معنى غلة الحجم، أو ما المقصود بغلة الحجم؟ يمكن أن نعرف غلة الحجم على أنها التغير الحاصل في الإنتاج QX نتيجة تغير الوحدات المستعملة من عناصر العمل ورأس المال، من عناصر الإنتاج العمل ورأس المال بنفس النسبة. إذن غلة الحجم هي التغير الذي يطرأ على الإنتاج لما نغير من عناصر الإنتاج العمل ورأس المال معا. كذلك لنا أن نتساءل: ما الذي يمكن أن يحدث للناتج أو لغلة الحجم لما تتغير عناصر الإنتاج العمل ورأس المال معا؟ ما الذي يطرأ على الناتج أو غلة الحجم؟ كيف ستكون استجابة غلة الحجم لهذا التغير الذي يطرأ في عناصر الإنتاج العمل ورأس المال معا؟ الجواب: عند زيادة عناصر الإنتاج العمل ورأس المال معا، فإن الناتج لا بد وأن يأخذ ثلاثة احتمالات لا رابع لها: إما أن يكون الناتج متناقص، إما أن يكون الناتج أو غلة الحجم ثابت، وإما أن تكون غلة الحجم متزايدة. متناقصة معناه إذا زادت عناصر الإنتاج بنسبة معينة ولتكن مثلا 50%، فإن هذا سيؤدي إلى زيادة غلة الحجم أو الناتج بنسبة أقل، أي مثلا ب40% أو 30% وهكذا. بالنسبة لغلة الحجم ثابتة، إذا زادت عناصر الإنتاج بنسبة 50%، فإن هذا سيؤدي إلى زيادة الناتج وبنفس النسبة، أي بـ50%. أما فيما يتعلق بغلة الحجم المتزايدة، فإنه إذا زادت عناصر الإنتاج بنسبة معينة، أي 50% كما أسلفنا في المثال، فإن هذا سيؤدي إلى زيادة الناتج بنسبة أعلى، أي أكبر من 50%، ولتكن مثلا 60 أو 70 أو. وهنا كذلك ليسمح للطالب أن أضيف سؤالا آخر، وأعتقد أن خير طريقة لإيصال المعلومة هي طريقة السؤال والجواب، فأقول: كيف يمكننا تحديد نوع غلة الحجم؟ الآن عرفنا أنواع غلة الحجم: ثابتة، متناقصة، متزايدة. كيف لي أن أعرف أنا نوع غلة الحجم؟ كيف لي أن أعرف ما إذا كانت غلة الحجم ثابتة أو متناقصة أو متزايدة؟ الإجابة: لمعرفة نوع غلة الحجم بدالة إنتاج معينة، فينبغي أن تكون هذه الدالة دالة متجانسة. ينبغي أن تكون هذه الدالة متجانسة. فإذا كانت هذه الدالة متجانسة، يمكننا عندئذ معرفة نوع غلة الحجم. وهنا ينبغي أن نعرف ما معنى دالة إنتاج متجانسة. من تعتبر دالة إنتاج متجانسة من الدرجة R إذا كان بالإمكان ضرب كل متغير، أي عناصر الإنتاج L وK هي المتغيرات، في عامل ثابت T الذي سوف نرى أنه يمثل نسبة الزيادة في عناصر الإنتاج.
بحيث ستكون الناتجة هي قيمة الدالة الأصلية مضروبة في النسبة أس R. إذن هنا إذا أدخلنا T على العمل على رأس المال، فإنها بعدما نقوم باستخراج T على حدة ينبغي أن يكون باقي الضرب هو الدالة الأصلية أو الدالة قيد الدراسة. فإذا لاحظنا أن هذا الشرط أو المساواة أو المتطابقة قد تحققت، إذن عندئذ يمكننا أن نقول أن الدالة متجانسة، ودرجة تجانسها إذا كانت تساوي واحد فنقول ثابتة، إذا كانت أصغر من واحد فنقول متناقصة، وإذا كانت أكبر من واحد فنقول أن مردود الحجم متزايد. وهنا لنعطي مثال حتى يفهم الطالب أكثر. لدينا دالة الإنتاج التالية Q تساوي L تربيع زائد K تربيع زائد L. المطلوب برهن أن هذه الدالة متجانسة وما هو نوع غلة حجمها. إذن لنبرهن أن هذه الدالة متجانسة كما رأينا، طلبة الأعزاء، علينا القيام بعملية ضرب العامل T في عوامل الإنتاج L و K كل على حدة. ثم بعد استخراجه ينبغي أن يكون باقي عملية الضرب بعد النسبة T بيسونس R هو دالة الإنتاج المعطاة أي قيد الدراسة. إذن الحل هنا كما نلاحظ T ضربناه بL، وباعتبار أن L هنا تربيع فإن T من المفروض يأخذ هو كذلك نفس القوة النونية لآل، سيكون هو كذلك تربيع. T وK تربيع، إذن كذلك K نلاحظ أنها تربيع، وبالتالي T سيكون هو الآخر تربيع. وهنا كما نلاحظ T بويسونس L، T فوا L بويسونس 1 بيان سور، إذن فكذلك T سيأخذ نفس القوة النونية T في L في T في K، إذن ومنه سيصبح لدينا T فوا T، إذن T أو كاري L K. إذن وهنا سنلاحظ أن الدالة هذه إذن هي دالة متجانسة، ودرجة تجانسها كما بينا اثنان R يساوي اثنان، وبالتالي مردود حجمها متزايد لأنه ببساطة أكبر من واحد.